أقول في مقطع القصيدة بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد لؤلؤة القلب، ألهم قلبي فؤادي وجداني جنون وحبي، محمد لهفة نفسي، هو خير من خط على الأرض. محمد صلى الله عليه وسلم هو خير للأنام. محمد صلى الله عليه وسلم ينطق في اللسان فتصبح في الفؤاد الوجدان. محمد صلى الله عليه وسلم أنت قمر، أنت نجوم، أنت سماء وشمس وبحر. محمد صلى الله عليه وسلم تذوب اللسان على شمعتي فتصبح كل قصائدي نجوما، فأصبح بين جملة وجملة، فتصبح قصيدتي باهرة من جملة إلى جملة. فحبك يا رسول الله قد ألهم قلبي ووجداني، حياتي والحياة لا بد أن تنفع، حياتي والحياة بالصعوبة تنسى، الحياة يوما ستنسى، ويبقى الشوق لك يمنى، قلبي فداك فانحصر، يموت الإنسان والروح تبقى، نعيش الخوف فالإنسان أسقى، لك وعليك وما لا تبقى، لقاؤك يوم الحساب فرحة، وشفاعتك يوم القيامة فرحة. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم هو كف يدي على قصائد أشعاري. محمد صلى الله عليه وسلم أنت وردة، ووردة الوجدان، ووردة العيون، ووردة ضيائي. إذن أنت ضياء القمر، وضياء الشمس، وضياء القمر. آخر كلام سأقول كلمة واحدة، محمد صلى الله عليه وسلم، عن حبك أصبح مثل الشمس التي تشرق الغيوم، مثل الشمس التي تشرق اليوم. محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى حبك فوق أجنحة الطيور، ويبقى لحن الشعور في حبك وفي هدايتك، كيف لا. محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنام وآخر الأنبياء، وآخر أي أنبياء. آخر كلام، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. سأقول المرة الألف، محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبك يا رسول الله.